مزيد من التركيز وكرة جميلة باتجاه روبن فان بيرسي، تغطية وتدخل، الحكم لا يشير إلى شيء. ماذا؟ ركلة جزاء لمان يونايتد، نعم ركلة جزاء لروبن. شوف اللقطة مرة أخرى، دفع كان من جانب هوليباس، الحكم أشار إلى ذلك أن هنالك دفع في هذه اللقطة. سقط فان بيرسي وحصل على ركلة جزاء، ومانشستر يونايتد لديه الفرصة، وديفيد مويز كأنه اللاعب الذي تم دفعه، كأنه فان بيرسي في هذه اللقطة كان يحتج ويطلب ركلة جزاء ويطالب بركلة جزاء. بين الهولندي والإسباني بعض الكلمات، وبين أولمبياكوس ومان يونايتد الكثير من الفوارق، ولكن كل هذه الفوارق، على الصعيد الأوروبي، على صعيد اسم الناديين لا يهم، على المستطيل الأخضر هذا ما يهم، وهذه الأنصار لا تريد مزيد من المشاكل يا روبن، لا تريد مزيد من التعثرات. فان بيرسي ركلة جزاء، مان يونايتد العودة، هل أنها طريق العودة؟ باب العودة مفتاح على روبن وأولمبياكوس. قد تكون هذه الركلة نقطة تحول في المباراة عندما تضيع، ولكن علينا نتركب. فان بيرسي أمام ركلة جزاء لمان يونايتد، الكرة مانشستراوية، فان بيرسي هدف للمان يونايتد. نعم روبن سيعيدهم ويساعدهم ويتقدم من أجلهم، وأول أهداف اللقاء من علامة الجزاء. مان يونايتد مرض، لا يزال مريضا كرويا، لم يمت بعد، لم يخرج بعد، وسيناريوهات كثيرة وأحداث في البال كثيرة. نعم هدف يعيدهم للواجهة ويجعلهم في وضعية. كرة تصل من جانب رايان جيكس للأمام باتجاه وين روني، خطيرة للجولدن بوي على جهة اليمين، محاولة مرور، كرة خطيرة لروبن، روبن جول، هدف ثاني لمان يونايتد. الله على المان، يعودون يسجلون، يتقدمون بالثاني، يعزفون أحلى الأغاني، لمسة الجولدن بوي. الله يا روبن، الله يا فان بيرسي، واحدة من جيجز، الثانية من روني، الثالثة من صانع الفرح، من صانع الفرح في أولد ترافورد. إنه فان بيرسي، هدفين لا شيء، سددوا الفاتورة. وفي انتظار الشوط الثاني، نعم يكاد أن يجن أكثر الأشخاص سعادة اليوم، في حال ترشح مان يونايتد سيكون ديفيد مويز وعائلته الكريمة إذا ما خرجوا بأنصار الريد ديفلز أن يسجلون، أن يضيفون هدف ثالث. هل أنه هاتريك يا روبن، أم أنها كرة الجولدن بوي؟ جماهير مان يونايتد تتمناها بين الخشبات الثلاث. فرصة لهدف ثالث، أولمبياكوس تحت الضغط وأمام كرة ثابتة خطيرة لمصلحة الفريق الإنجليزي. مانشستر يونايتد يحاول من خلال هذه الكرة الثابتة، يبدو روبن فان بيرسي على تنفيذ الكرة، أو الجولدن بوي، خطيرة لمصلحة روني، تركها لروبن. باليسرى جميلة من كراته الساحرة، فرح مويز، صفقت الجماهير، عادت الحياة، عاد الفرح لهؤلاء الأسماء، لهؤلاء